تالت موقع على الجبهة يتهاجم في شهر ونص، ده غير غارات العمق اللي بتضرب أهداف جوه البلد نفسها. أقدر أعرف المعلومات دي كلها بتوصل للعدو إزاي؟ العدو له جواسيس كتير في البلد ساعتك. إحنا بالفعل قبضنا على 4 جواسيس الشهر اللي فات بس. الحكاية أكبر من 4 جواسيس اللي بتتكلم عليهم يا سيد فهم. العمليات العسكرية ضد مواقعنا على الجبهة وفي داخل العمق لسه مستمرة لغاية النهاردة. هو في الحقيقة مخابرات العدو نشطت جدا في تجنيد بعض الشباب المصري اللي دفعته ظروف البلد للهرب لأوروبا. انتوا لازم تكثفوا نشاطكم جامد قوي يا سيد فهمي، لازم تقبضوا على كل الجواسيس اللي في البلد، والأهم من القبض على الجواسيس إننا نقضي على الشبكة اللي ورا العمليات دي كلها. لازم نقفل حنفية الجواسيس المفتوحة علينا يا سيد فهمي. الحرب بيننا وبين إسرائيل بقت حرب رهيبة شرسة، حرب جواسيس في المقام الأول. سامية، بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا حبيبتي؟ خدي خدي اشربي. ايه، كابوس تاني؟ هو نفس الكابوس اللي بيجي لك كل ليله؟ لا، الموضوع ده ما تسكتش عليه. انت بكره ان شاء الله تروحي لدكتور نفساني، هو اخو واحده زميله ليا في المدرسه. احكي له على كل اللي بتشوفيه يا بنتي. دكتور نفساني ايه بس يا ماما؟ ما تقلقيش عليا، انا هبقى كويسه. لما كنت شاقله عليكي هقلق على مين؟ ده انت حياتي حبيبتي. ربنا يخليكي ليا. انا اسفه اني صحيتك من عز النوم. حبيبتي انت بصحتنيش، انا كنت صاحيه داخله اصلي الفجر، سمعتك كنت بتصرخي. ادعيلي يا ماما، صلي وادعيلي. ربنا يسترها معاكي ويكفيكي كل شر وسوء يا رب. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبتي. ايه، ما تقعدي تفطري، هتفطري كده على الواقف. معلش اختي مستعجله قوي. اه، ما تنزيش على لحم بطنك. مش قادره، مش جعانه. طب استني لما اوصلك المجله وانا رايحه في سكتي. عندي مشوار مهم قبل المجله. مشوار ايه؟ ربنا يسلم طريقك يا بنتي يا رب. على فين يا استاذ؟ مخابرات العامة لو سمحت. لا تفتحي علينا يا رزاق يا كريم. هتوديني ولا اروح اركب تاكسي تاني؟ اوصلك يا استاذ. يا جماعة، اللي بيحصل على الجبهة ده شيء ما يتسكتش عليه. اللي بيحصل هناك ده امر عادي، كل يوم والتاني في اشتباكات وضرب مدفعية وعمليات هبوط. العمليات المضادة اللي بيقوم بيها العدو في العمق، زي العملية اللي حصلت من كام يوم اللي سرقوا فيها وحدة رادار بالكامل ودمروا المكان باللي فيه، وتدمير مضخة البترول على خليج السويس، والغارات الجوية اللي على الأنشاص والمعادي، كل ده عادي؟ العمليات اللي أنت بتتكلم عنها دي ما صدرش عنها أي بيانات عسكرية. إسرائيل مالت الدنيا بيها دعاية، كل الوكالات العالمية بتتكلم عنها، كل الناس عرفوا بيها إلا إحنا مش قادرين نكتب كلمة واحدة عنها. الوضع عندنا مختلف يا استاذ فريد، احنا في حاله حرب، يعني لازم نراعي الحكايه دي، وكمان لازم نراعي الحاله المعنويه للناس، للشعب، الجبهه الداخليه. يعني ايه يا استاذ مختار؟ يعني ليس كل ما يعرف يقال يا استاذ فريد، مش كل حاجه بتصل على الجبهه ممكن تتقال. طب ما هم بيقولوا والناس كلها بتعرف
امتى هيبقى عندنا حريه حقيقيه؟ امتى هنقدر نتكلم من غير ما نخاف؟ كل ظرف وليه احكامه يا استاذ فريد. وبعدين احنا مجله وطنيه، يعني لازم نراعي مصلحه الوطن قبل اي حاجه. مش كده ولا ايه يا انسة سامية؟ سامية؟ اتحاسب يا اخينا. ما تحاسب يا اخينا، هتضيعنا. اليوم ده بين عليه منحوس من اوله. سامية. سامية. الموضوع بتاعك خلص؟ لا لسه مخلص. يعني ايه لسه مخلص؟ ده كان المفروض يبقى قدامي من اول امبارح. ما لحقتش اخلصه يا استاذ فريد. ما لحقتش. يعني ايه ما لحقتيش؟ انت مالك يا ساميه؟ مالي؟ يعني بقالك يومين كده متوتره وعصبيه. هو في ايه يا ساميه؟ مفيش حاجه يا استاذ فريد. وبالنسبه للمقال هيكون عند حضرتك النهارده او بكره الصبح ان شاء الله. ساميه، كان في موضوع كده كنت عايزه اتكلم فيه معاكي. خير يا استاذ فريد؟ يعني هو موضوع ملوش علاقه بالشغل ولا بالمجله، لكن من وجهه نظري موضوع مهم جدا، وكنت عايز اعرف وجهه نظرك فيه ايه. اتفضل قول. الحقيقه ساميه، أنسة سامية، الأستاذ مختار عايز ساعتك. أوكي، عن إذنك يا أستاذ فريد. أيوة يا أستاذ أحمد. أيوة سامية، مالك؟ مالي؟ يعني مكتئبة وقافلة على نفسي. حتى النهاردة في اجتماع المحررين ما كنتيش بتكلمي، ما كنتيش بترد على حد. حتى لما كنت بوجه لك الأسئلة ما كنتيش بترد عليا. ودي مش عادتك. في ايه يا سامي؟ مالك؟ ابدا، دماغي مشغوله بس بالموضوع اللي بكتبه. لا يا سامي، انت من ساعه ما رجعتي من سفريه ايطاليا وانت متغيره خالص. ايه الحكايه؟ ايه اللي حصل لك هناك؟ مفيش حاجه حصلت يا فندم. لا في يا سامي، في وانت بتخبي وبتهربي. انا مش فاهمه استاذ احمد، حضرتك بتتكلم في ايه بالظبط؟ لا يا سامي، انت فهماني كويس وبتخبي او بتتهربي مني. على كل حال لو مش عايزه تتكلمي دلوقتي انت حر، بس في حاجه مهمه عايزك تعرفيها. لو في مشكله، اي مشكله، انا بابي مفتوح لك على طول. عايزك تعتبريني زي بابا الله يرحمه، فهماني؟ الو استاذ مختار، انا اسفه اني بكلم حضرتك بوقت متاخر، بس انا عايزه اتكلم معاك في موضوع مهم قوي. وريت ما يبقاش في المجلة. بكرة الصبح هعدي على حضرتك في البيت إن شاء الله. تصبح على خير. هي دي كل الحكاية من أول ما رحت لحد ما رجعت. إيه رأي حضرتك؟ والله يا سامي، اللي مش شايف كل اللي حكيتيه ده حاجة غير عادية. ممكن تكون صدفة ما تسببلكيش كل الشكوك والتوترات اللي أنت فيها دي. الحكاية كلها على بعضها ملخبطاني. أنا مش عارفة أتلم على أعصابي. أنا بقيت بخاف أنام. أنا تعبانة أوي. أهلا ستان. إزيك يا مرة؟ الله يسلمك. صباح الخير يا عم. صباح النور. إيه رايح شغل ولا إيه؟ أه أنت عدي عليك كوثر تقعد معاك تسليه. ازيك يا سامية؟ بقالي كتير ما شفتكيش. انتي ازيك يا تاني؟ وازاي عبد القادر؟ الحمد لله. كلمني من كام يوم، كان بقاله فترة كبيرة ما اتصلش. ما انت عارفة يا تاني الاتصالات في الجبهة صعبة قد ايه. سلميه علي قوي لما تشوفيه. ان شاء الله يحصل. كوثر اقعدي هادية مع جدك وما تتشقيش. حاضر يا ماما. قولي باي باي لماما. باي باي. باي يا ماما. باي باي. باي باي تاني. ما شاء الله كوثر كبرت قوي. كبرت بقت عروسه عندها 4 سنين. مش كده ولا ايه؟ يلا خش العبي مع دابا. يلا ايوه ساميه، بخصوص موضوعك انا ليا صديق بيفهم كويس قوي في الحاجات دي. ايه رايك اتصل لك بيه واخد لك ميعاد وتروح تقابليه؟ اوعى تقولي دكتور نفساني. لا ما تخافيش، الحكايه ما وصلتش للمرحله دي. لا ده راجل متخصص ومتفهم، وانا متاكد انه هيساعدك. وصلنا يا استاذ. Thank you.
فندم. انا عندي ميعاد جوه. جوه فين؟ مش ده برضه مبنى المخابرات العامة؟ حضرتك جاي منين؟ لحضرة الضابط عادل مكي. اللي اسم حضرتك؟ سامي عبد القادر. دقيقة. اتفضلي يا فندم. ثانية واحدة. في حد هيجي يوصل حضرتك. أستاذ إيهاب، حضرتك أنسة سامية فهمي؟ أيوه. اتفضلي معايا. آسف إذا كنت تأخرت عليك شوية. عادل مكي. تفضلي. 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 أنا آسف نسيت أسألك. أيوة. قهوة ولا شاي؟ أفندم؟ تشربي قهوة ولا شاي؟ قهوة سادة لو سمحت. تفضل. حمدي، وصل الملف ده للسيد رؤوف، وياريت تقول لي سعد يعمل لنا 2 قهوة سادة وما تخليش حد يخش علينا. حاضر يا فندم. أنا الأستاذ مختار كلمني وقال لي إنك عندك مشكلة وعايزة تكلميني فيها. خير؟ أبداً. أصل هو الأستاذ أحمد مختار مش حكى لحضرتك على كل حاجة؟ أيوة، بس أنا عايز أسمعها منك، ده لو ما كانش عندك مانع. هو أنا تحت أمر حضرتك. طيب يا ستي، قولي لي بقى ايه مشكلتك؟ ابدا هي مش مشكله ولا حاجه، هو مجرد شويه قلق وشكوك. ويا ترى القلق والشكوك دول بخصوص ايه؟ انا كنت سافرت ايطاليا من فتره. سياحه؟ لا، كنت رايحه اشتري عربيه. ما اليومين دول في ناس كتير قوي بتسافر ايطاليا عشان تشتري عربيات مستعمله. بالظبط، هناك العربيات المستعمله رخيصه جدا وحالتها معقوله قوي. ايوه. كنت رايحه لحد معين؟ يا فندم؟ يعني لما وصلتي مطار روما كان في حد معين مستنيكي؟
سامية سامية نبيل. لا لا، ما كانش في حد مستنيني. أمال كنت رايحة لمين هناك؟ لواحد أخدت رقمه من واحدة صاحبتي هنا في مصر. واحد مين؟ سمسار عربيات. قابلته في مطار روما وأخدني على معرض عربيات مستعملة. في روما ولا في نابولي؟ لا في روما. واسمه إيه السمسار ده؟ حقيقة مش فاكرة. آه طب ويا ترى اشتريتي عربية من هناك؟ لا. هو ده بقى اللي مضطرك وقلقك ومطير النوم من عينك إنك معرفتيش تشتري العربية؟ أستاذ عادل أنا مش جاي أهزر، أنا بتكلم بجد. وأنا آسف. اتفضلي كملي. وأنا في روما قابلت واحد اسمه ليوناردو جارزيني. ده سمسار ده رخر؟ لا، ده صحفي إيطالياني بيشتغل في جريدة اسمها المسجيرو. وقابلتيه فين ده؟ قابلته وأنا بتعشى. بتتعشي لوحدك؟ لا، كان معايا ناس. ناس مين؟ واحد اسمه ألبرتو أجنازي وناس تانية. يطلع مين ألبرتو أجنازي ده؟ ده صاحب معرض العربيات في روما. طب والناس التانية؟ مجرد ناس. يعني ما كانش بينهم السمسار اللي استناكي في مطار روما؟ لا. اتفضل. شكرا يا سعد. ايه خدمة تانية يا عادل بيه؟ لا شكرا. وبعد ما قابلت ليوناردو في المطعم اللي بتتعشي فيه حصل ايه؟ جارزيني لما عرف اني صحفية عرفني على واحد صديق لي عنده وكالة انباء. طلياني برضو؟ لا، انجليزي من اصل ايرلندي. اسمه ايه؟ اسمه ادريان تومسون. والوكالة؟ اسمها اي ام بي. مستر تومسون قال لي ان هي وكالة جديدة ولسه تحت الانشاء، وبالرغم من ان عندهم مشاكل مادية كبيرة الا ان هم محتاجين مندوبين من الشرق الاوسط وتحديدا من مصر، وعرض عليا عرض كان صعب جدا يرفضه. عرض ايه؟ عرض عليا ان انا اشتغل مندوبه للوكاله في مصر مقابل اجر كبير قوي. وافقت طبعا. في الاول وافقت وفرحت جدا بالعرض، بس بعد كده. بس ايه؟ جه سؤال في دماغي، هو ده اللي وطرني قوي. ازاي في نفس القعده وفي نفس الوقت كان بيقول ان عندهم مشاكل ماديه وبيعرض عليا الاجر الكبير ده؟ يعني اللي وطرك وقلقك هو المبلغ الكبير اللي عرضوه عليكي، مش النشاط بتاع الوكالة نفسها. أستاذ عادل أنا معرفش إيه نشاط الوكالة، بس دي وكالة أنباء، هيكون نشاطها إيه غير جمع المعلومات وبحثها؟ والحقيقة مش هو ده اللي وطرني، اللي وطرني حاجة تانية خالص. وإيه الحاجة التانية اللي وطرتك؟ سامية، إيه الحاجة التانية اللي وطرتك وخلتك تيجي هنا برجليك؟ أنا قلت لحضرتك المبلغ كبير قوي. وإيه يا سامية؟ سامية، مجرد إحساس إن في حاجة غلط في الموضوع، وحقيقي ما تسألنيش الإحساس ده جه منين لأني مش عارفة. يعني إحساسك ده هو اللي خلاكي تتوتري وتقلقي وبس؟ أستاذ عادل أنا ما يهمنيش الوكالة ولا يهمني الفلوس اللي كانوا هيدفعوها لي، أنا كل اللي يهمني هي البلد. بس لسه ما قلتليش مين اللي خدتي نمرته من مصر واستناكي هناك في مطار روم؟ مجرد واحد. أيوه واحد، اسمه إيه؟ مش عارفة أفتكر. لو سمحت تفتكري، لأنه مهم جدا ده لو عاوزاني أساعدك. أنا مضطرة أمشي، عندي شغل كتير قوي في المجلة لسه ما خلصتوش. إحنا ما خلصناش كلام. أنا شخصيا خلصت كل الكلام اللي عندي وما عنديش حاجة تانية أقولها. عن إذنك أنسة سامية، جايز حضرتك تكوني خلصتي الكلام اللي عندك، بس أنا لسه في حاجات كتير قوي لازم أعرفها. إحنا لازم نقعد مرة كمان ونتكلم باستفاضة. أنا مستنيكي بكرة الصبح زي النهاردة الساعة 9. ده استدعاء رسمي؟ لا، ده مجرد طلب. بس لو سمحتي ما تقوليش لأي حد إنك كنت هنا، ولا حتى الست الوالدة. حمدي، وصل الهانم لحد بره وتأكد ان في تاكسي يوصلها البيت. حاضر يا فندم. انا مستني حضرتك بكره الساعه 9. اي اوامر تانية يا عادل بيه؟ شكرا يا سامي هانم.
يا رؤوف، سجلت المقابلة؟ هايل، فرغها بقى وحصلني عند السيد فهمي على طول. البنت دي ما قالتش أي حاجة جديدة. بكرة تتكلم يا فندم. بكرة؟ ده إذا جت أصلاً بكرة. أكيد هتيجي يا فندم. ردود فعلها وطريقتها في الإجابة على أسئلتك بتقول عكس كده خالص. البنت دي مخبية حاجات كتير، لدرجة إنها مش عايزة تقول لنا على اسم الولد اللي قابلته في روما. يا فندم هتتكلم وهتقول لنا على كل حاجة. إحنا مش عايزينها تتكلم وبس، إحنا عايزينها تتعاون معانا وتبقى تحت إيدينا. هيحصل يا فندم، وحضرتك ما تنساش إن هي اللي جاية لنا بنفسها. ده ما يثبتش ولا ينفي أي حاجة. المواقف لازم تتحدد، مش لازم تتساب للصدفة. حرب بيننا وبين إسرائيل بقت شرسة على الآخر. كل يوم والتاني بيحققوا علينا انتصارات، واحنا دلوقتي ما بقاش قدامنا غير حل واحد من اتنين، يعني نوقفهم عند حدهم، يما بقى نستقيل من شغلتنا دي ونقعد في بيوتنا احسن. عادل، سامية فهمي دي احتمال تكون المفتاح اللي بندور عليه. الضوء اللي هيكشف لنا شبكة الجواسيس اللي بتشتغل ضدنا في اوروبا. انا عايزك تعصر البنت دي عصر، تعرف لنا منها كل حاجة، كل حاجة. طب يا سادسة، تصرفوا انتوا في الموضوع ده، واذا احتاجتوا لاي حاجة ترجعوا لي. حاضر. طب يا سامي، رحت المشوار اللي قلت لك عليه؟ رحت. وعملت ايه؟ ممكن اسألك سؤال؟ انت ليه بعتني المكان ده بالذات؟ وليه بعتني لواحد زي عادل مكي ده؟ ده كان بناء على رغبتك يا سامي. انت اللي كنت محتاجة حد تتكلمي معاه ويسمعك. حد اتكلم معاه ويسمعني، مش حد يسألني ويستجوبني. ده كان بيحقق معايا، ده كان عايز يعرف كل حاجة عني وعن حياتي. ممكن تهدي وتيجي تقعدي وتفهميني ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل انه كان بيسألني أسئلة غريبة جدا، أسئلة مش من حق أي حد انه يسألها لي. حسس اني متهمة قاعدة قدامه، وأنا مش متهمة، أنا ما عملتش أي حاجة غلط. هو لا سمح الله في حد قالك انك عملتي حاجة غلط؟ أستاذ أحمد، أنا خلاص بقيت كويسة، ولا عايزة حد يسمعني ولا عايزة أتكلم مع حد. عن إذن حضرتك. سامية، اتأخرت كده يا سامية؟ أنا كلمتك في البيت، والدتي قالت لي إنك خرجت من الصبح. كنت فين يا سامية؟ كنت في مشوار. مشوار إيه؟ مشوار وخلاص يا أستاذ فريد، وبالنسبة للتحقيق أنا لسه ما خلصتوش. أيوة بس أنا ما كلمتكيش عشان التحقيق، أنا كلمتك عشان خاطر الموضوع اللي سبق وقلت لك عليه. أستاذ فريد، أنا دماغي مش لايقة للكلام ده، عن إذنك. هي مالها سامية يا أستاذ فريد؟ مساء النور يا حبيبتي. كنت فين؟ الشغل. شغلي ايه؟ انا سالت عليك في المجله قالوا لي انك ما رحتيش النهارده. كان عندي مشوار قبل المجله. انا لا، والمشوار تقعدي فيه لحد دلوقتي؟ ما رجعت على المجله تاني. مالك يا سامي؟ تعبانة شوية. لا انت مش تعبانة، انت متوترة. انا مش متوترة على حاجة. لا متوترة. انت ما تاكليش بالطريقة دي لما تبقي عصبية او عندك مشكلة مش عارفة تحليها. قولي لي، المشوار اللي رحتيه النهاردة الصبح وترك ولا حاجة؟ مش متوترة، مش متوترة. ايه يا سامية؟ ايه اللي عملتيه ده؟ انا بسالك عشان قلقان عليك وعايزه اطمن. تقومي تسيبيني وتتعصبي عليا بالشكل ده؟ هو ايه اللي حصل؟ مفيش يا ماما. ساميه، انت من ساعه ما رجعتي من ايطاليا وانت حالك مقلوب، لا طايقه تكلمي حد ولا حد يكلمك. هو في ايه يا بنتي؟ في ايه؟ مفيش يا ماما. ايه
سامية يا حبيبتي، تكلمي معايا قولي لي على اللي تعبك، فضفضي عن نفسك. يا سامية احنا ملناش حد في الدنيا غير بعض، لو ما تكلمتيش معايا وفضفضتي عن نفسك معايا هتتكلمي مع مين؟ كفاية يا ماما ارحميني، مش قادرة اتكلم. ابوس ايدك. انت عارفه مشكلتك ايه يا سامية؟ انك بتعمليني على اني حضرة النظرة مش على اني امك حبيبتك. الله يجازيك يا نبيل، انت السبب في كل اللي حصل. بلاش يا سامي، عشان خاطري بلاش اخر مره اشوفك فيها والدموع في عينيك. لو بتحبيني بجد وريني ابتسامتك الحلوه. سامية انت لسه نايمة؟ اصحي يا كسلانة، الساعة عدت 8. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبة ماما. ايه الوخم اللي انت فيه ده؟ يلا هتتأخري على المجلة. لا ما انا مش رايحة المجلة. ايه؟ مش رايحة المجلة ليه؟ انت تعبانة ولا حاجة؟ لا يا حبيبتي انا كويسة. كل بس ما في الامر ان الاستاذ فريد طلب مني شغل كتير فقلت اقعد في البيت عشان اخلص. طب يا حبيبتي انا هروح المدرسه، لو عوزتي اي حاجه اتصلي بيا بالتليفون. اوكي باي باي. أعلم متحدث عسكري إن اشتباكات بالمدفعية تدور منذ صباح اليوم على جبهة القناة ما بين قواتنا وقوات العدو، وذلك إثر عملية عبور ناجحة للقوات من الصاعقة المصرية ليلة أمس. دمروا خلالها حافلتان وسيارة مجنزرة من قوات العدو، وكبدوا العدو خسائر كبيرة في الأرواح قبل أن يعود إلى الضفة الغربية من القناة. وقد استشهد من قواتنا 3 أفراد وأصيب ضابط وجنديان، وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى إذاعة هذا البيان. أعمل إيه يا بابا؟ قولي أعمل إيه؟
عملتش امبارح ليه؟ بعدين احكي لك كل حاجه. ثانية واحدة سامية، أنا عايزك. أيوة يا عامر، أيوة هكلمك بعدين. سلام. كنت فين يا سامية امبارح طول النهار؟ أبدا، كنت تعبانة شوية فقلت فرصة كاملة التحقيق في البيت. تعبانة؟ ألف سلام عليك، ألف لا بأس. وأنت عاملة إيه دلوقتي؟ إن شاء الله تكوني بخير. الحمد لله. التحقيق قدام حضرتك أهو، اقرأه وقولي رأيك. عن اسمك. احكي لي بقى يا سامية، عملتي إيه؟ أنا سامية، الأستاذ مختار عايز ساعتك. أيوة يا أستاذ أحمد، حضرتك طلبتني؟ أيوة سامية، تعالي اصبري. استنيتك طول النهار امبارح، ما جيتيش. قلقت عليكي. قلت أجي أطمن. فكر خير يا سيد عادل. سامية، إحنا مش اتفقنا تروحي للسيد عادل تقعدي معاه وتتكلمي؟ يا فندم أنا رحت واتكلمت. ابتدينا كلام. ابتدينا كلام يا أنسة سامية، ومتهيألي لسه في كلام كتير قوي لازم يتقال. الحقيقة أنا قلت كل اللي عندي ومفيش حاجة تانية مقلتهاش. على العموم حضرتك عارفة أنا مكتبي فين. حبيتي تتكلمي دي حاجة هنقدرها، محبتيش محدش هيضربك على إيدك. أعمل بيه. شكرا على القهوة. سامي، انت عارفة من يوم بابا ما مات الله يرحمه وانا بعتبرك زي بنتي بالظبط، ارجو كمان ان انت تعتبريني زي بابا. عارف انا امبارح رحت له. رحت لمين؟ لبابا. كان بقالي كتير قوي ما زرتوش، رحت اساله اعمل ايه. اعمل ايه يا استاذ احمد؟ والله يا بنتي القرار قرارك والراي رايك، وزي ما قالك السيد عادل بالظبط محدش هيقدر يغصبك على حاجة. بس عايز أقولك لازم تتأكدي من حاجة واحدة بس، الوحيد اللي هيقدر يقف جنبك ويساعدك هو السيد عادل. روحيله يا سامي، روحيله وصرحيه وقعدي معاه واتكلمي معاه، هي دي الخطوة الصح اللي لازم تعمليها. تحت أمرك يا عادل بيه. لا يا سامي، أنت مش تحت أمري ولا تحت أمر أي حد. أنا وأنت وكلنا هنا تحت أمر حاجة واحدة بس، مصر يا سامي. ما قلتليش تحبي تشربي إيه؟ ولا حاجة. ليمون؟ ها سعد، اتنين ليمون لو سمحت ويكونوا ساقعين. شكرا. أديني جيت لحضرتك زي ما طلبت. أنا ما طلبتش، حضرتك اللي محتاجة حد تتكلمي معاه وتحكي علشان القلق والشك اللي عندك ده، وأنا موجود عشان أسمعك ونحاول نحل المشكلة إحنا الاتنين. بس قبل ما نتكلم في حاجة مهمة جدا لازم تعرفيها، جهاز المخابرات ده
مهمته الأولى والأساسية المحافظة على الوطن والمواطن من أي تهديدات خارجية، والجهاز ده مش هيقدر يقوم بأي حاجة ولا يعمل حاجة غير لما المواطنين الشرفاء اللي زيك يجوا ويقولوا على كل حاجة بمنتهى الشفافية والوضوح، واللي أهم من ده كله من غير خوف. تحب نبتدي من فين؟ من أي حتة أنت عايزة. أيوة، يعني من فين تحديدا؟ نبتدي زي الأبجدية من الألف. من ساعة ما اتولدت يعني؟ لا مش للدرجة دي، نبتدي من ساعة ما قابلتي نبيل. نبيل سالم مصطفى، مش هو ده اللي رحتي له لغايه ايطاليا وكان مستنيكي في المطار هناك؟ اتفضل. اي خدمه عادل بيه؟ شكرا. سامية، انا عارف ان الحكايه مش سهله عليكي، لكن لو عاوزاني اساعدك بجد فانت كمان لازم تساعدينا، لازم تقولينا على كل حاجه. نبيل ملوش علاقه باي حاجه انا حكيتها لحضرتك. اه طبعا انا متاكد، بس علشان نبقى متاكدين اكتر وواثقين لازم تحكي لنا على كل حاجه، مش كده ولا ايه؟ حضرتك عايز تعرف ايه بالظبط؟ كل حاجه، من ساعه ما عرفتيه او قابلتيه لحد ما سافرتي لروما. انت شاكك في حاجه بخصوص نبيل؟ انا لا، انا مجرد صفحه بيضاء انت هتنقش عليها كل الكلام. يا صلاح يا مرسي، اصحى يا صلاح الله لا يسيئك. Was ist? Was ist los? في ايه؟ ايه الدوشه دي؟ انا اسف جدا بس انا بخبط على صاحبي هنا، معلش معلش. ايش بشتهنشت؟ طب انا مش فاهم حاجه، انا نازل لك. خليكي انا اسف جدا، انا عارف ان الوقت متاخر وانا قعدت ارزع، بس ماي فريند هير صلاح مرسي ابو السعود، يو نو صلاح؟ صلاح. يا صلاح. ايوه صلاح. صلاح ماشي، انت امشي. لا استني امشي، اروح فين بس؟ مشي، ما تعرفيش هيرجع امتى؟ صلاح خلاص، صلاح فينيش، رجع بلده، رجع مصر. مصر؟ يا صلاح يا رجع يا مصر؟ يا انا جاي له عشان تقولي لي يا ده انا جاي له من مصر مخصوص. انت اعرف صلاح كويس؟ اعرفه كويس. تعرفه كويس؟ اعرفه، صاحبي، اخوه صاحبي الروح بالروح. تعرفه؟ ادفع فلوس. فلوس ايه يا ستي بس اللي بتتكلمي عنها؟ فلوس اخدوا صلاح مني. صلاح مشي، انت موجود 100 مارك، ادفع ولا اكلم بوليساي. 100 مارك ايه وبوليساي ايه بس؟ هو انا حالتي اللي ده؟ خلاص اكلم بوليساي. استني بس يا مدام، استني واحده. ايش نشت مدام؟ انا مش مدام، زمان كنت مدام، ايام حرب. حرب؟ اني حرب؟ حرب عالمي 2 ايام هتلر كنت مدام، انا دلوقتي فراو انجي. يعني جوزك مات في الحرب؟ كارل كان في جيش هتلر ثابت، بس كان في الجستابو. جستابو؟ يا اهلا وسهلا فراو انجي، فرصه سعيده جدا ان انا اقابل يعني واحده زي حضرتك، جوزها بطل ومات في الحرب العالميه الثانيه. كارل كان في الحزب النازي. الله يرحمه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه. خلاص انا مش راح اكلم بوليسيا، بس انت ادفع 100 مارك عشان فراو انجي مسكين ما عندوش حد. تقول لي 100 مارك؟ انا هدفع لك ال 100 مارك فراو انجي. ها مبسوطه؟ امتى هتجيبي فلوس؟ مش عارف، لما الاقي شغل.
اوه حرام، انت ما عندك الشغل ولا سكن؟ اوه بابا شتا برد، هامبورغ برد شديد، يعني اي حد ما عندوش سكن يموت. انت تعمل ايه؟ والله ما انا عارف يا مدى، فراو انجي. انت مسكين، انت اسمك ايه؟ نبيل سالم مصطفى. نبيل، شوفي نبيل، انت تعيش تسكن في اوضه بتاع صلاح، وفراو انجي كلم اصدقاء عشان شغله انت. اوكي اوكي، ده جميل، عمري ما هنسهولك يا فراو انجي. نو مش فراو انجي، انت قولي انجي بس. امرك امرك يا انجي. اوكي نبيل، هاتي شنطه تعالي ورا فراو انجي. ايه نبيل، تعال عشان تشوف اوضه بتاعك. كمان سي كمان سي. نبيل نبيل اصحى نبيل، انت سو ليزي، يلا كسلان اصحى نبيل. مين؟ فراونجي. انا فراونجي، نسيت. يلا حبيبي يلا عشان تفطر وتروح مينا. اروح مينا؟ يا عند فرانس، هو مدير عمال مينا، انا كلمته عشان انت اشتغل عنده. يلا حبيبي يلا بلاش كسل يلا. ارنبي. يسر. انت بكرة بتشتغل عندي هون في المينة، تشتغل عندي بالساعة، الساعة 10 مر. تشتغل اكثر تقبض اكثر. اوكي اوكي، ثانك يو مستر فرانسي. نبيل، فراو انجي صديق عزيز وقديم علي، لو زعل منك فراو انجي ازعل منك كثير، والزعل هذا مش كويس، مش كويس عليك ابدا ابدا. مفهوم مستر فرانسي، ربنا ما يجيب زعل ابدا. اسمع يا نبي، خذ هذه الفلوس عشان تصرفها اليوم، وبكره تجي للشغل هنا بدري. اوكي اوكي مستر فرانسي، دانكي باي. اوكي اوكي اوكي. Take him. Why? فريدريك، خليك زي ما انت، خليك زي ما انت. راح فين؟
في ايه؟ باسبوري سرقوا الباسبور. دي معايا على مهلك على مهلك نبيل. ارحمينا يا انجي، انت بتعملي ايه بس؟ انا لولا فريديك كان زماني مت. نو نبيل ما تقولش كده. انا عايز افهم انت ايه بس اللي مشاك من الحته المقطوعه دي يا نبيل؟ السوبر ماركت. وبعدين نصيب يا فريديك، انا اللي هيجنني حكايه الباسبور دي بس. مالو باسبور نبيل؟ سرقوه يا انجي. اوه ماي جود، سرقوا باسبور؟ او دي مصيبه، دي مصيبه كبير. وبوليتساي لو عرف انت تسافر مصر. ارحميني يا انجي وقولي كلام عادل الله يخليكي. انجي بتتكلم صح يا نبيل، من غير باسبور وضعك في المانيا كلها راح يبقى في خطر عليك. طب والعمل يا فريدريك؟ سيب الموضوع ده عليا، انا ليا زباين ومعارف كتير قوي هنا في المانيا، وهحاول اوصل للولاد اللي سرقوك دول واتفاهم معاهم. ما تقلقش انت. يا ريت يا ريت يا فريدريك. انت عايز مني حاجه دلوقتي؟ شكرا ومتشكر قوي. او فيدر زين. نبيل انت اعرف فريدريك ده منين؟ شغال في المينا معايا. نو فريدريك ده مش كويس، انت مش كون صديق فريدريك عشان ده بيشتغل في البلاملام. بلاملام؟ يا بلاملام. اشتغل في البلاملام، اشتغل في اللي بيشتغل. فريدريك هايل. ايه دول؟ ايه يا فريدريك يا حبيبي؟ حبيبي انا الحكاية دي كلفتني فلوس كتير قوي. كده كويس فريدريك، المرة الجاية انا هعوضك. لا ما هو كده
مش رح يبقى في مرة جاية. طب انت عاوز ايه بالظبط؟ عاوز كمان 200. 200؟ 100 كمان اهي. انت بقيت طماع قوي يا فريدريك. ده انت اللي بقيت بخيل قوي غير ايزاك. الورقة ده جالنا من مكتبنا في ألمانيا. قابل واحد اسمه ايزاك، سلمه مفتاح الشقه وخد منه فلوس. ايزاك ده مين؟ واحد من الزبائن اللي كانوا قاعدين هناك يعني ولا ايه؟ لا ده واضح ان هو موظف هناك او مسؤول، لانهم نادوا له المكتب جواني. احتمال كبير قوي ان يكون المكان ده هو الوكر بتاعهم. احتمال يكون هو اللي جاب رجالته وطلع على الشقه. شقه؟ شقه مين؟ شقه نبيل. انتوا رحتوا هناك؟ لقيتوا حاجه؟ ما لقيناش غير دي. مش دي البنت اللي جت سعرت عليه النهارده الصبح؟ بتطلع مين البنت دي؟ عنديش اي فكرة. رؤوف ابعت نسخة بالصورة دي للإدارة بتاعتنا في مصر، عايز اعرف عنها كل حاجة. احتمال يبقى لها علاقة باختفاء نبيل. عجبتك العربية؟ حلوة قوي. أجرتها امبارح. ليه واحنا رايحين فين؟ رايحين إيطاليا. إيطاليا؟ طب كنا فطرنا الأول. هنبقى ناكلنا حاجة في الطريق. هتعملوا ايه النهارده يا جماعه؟ ابدا، هننزل نشتري شويه حاجات للولاد وبعد كده هنحضر الوفد اللبناني. لا ده بيقولوا الوفد الصيني عامل مفاجاه كبيره قوي النهارده. خلاص نحضر ده ونحضر ده. بعد اذنكم يا جماعه. اتفضل. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ فريد. انا جاي ابارك لك وهنيكي في نفس الوقت. خير؟
الأطروحة بتاعتي. المسؤول الثقافي عن أنشطة المعرض، وده شخصية مهمة جدا هنا في الحزب، طلب نسخة من الأطروحة بتاعتك بالإنجليزي، وهيوصي بنشرها في كتاب أنشطة المعرض الثقافي. طب ما هو ده طبيعي، كل الكلمات والدراسات اللي تقدمت في النشاط الثقافي كلها بتطبع. ايوه، بس لما شخصيه زي دي تهتم بنفسه يبقى ده معناه انها هتتقدم بشكل متميز. ساميه، بقيت اعضاء الوفد نازلين وسط البلد يشتروا حاجات، ما تيجي ننزل معاهم اهو بالمره نتعرف على معلم البلد. لا روح انت، انا هفضل قاعده هنا في الاوتيل. واضح ان انت لسه زعلانه مني. وهزعل ليه؟ يعني عشان اللي حصل امبارح. مش فاهم. قصدي ان انا اتنرفزت عليك امبارح وزعقت لك لما اتاخرت عن الندوه بتاعتك. بس انا والله العظيم يا سامي، والله العظيم ثلاثه، انا لكن همم دي لا الندوه ولا الاطروحه ولا اي حاجه. انا كنت هتجنن، كنت قلقان عليكي، كنت خايف لو يكون حصل لك حاجه لا سمح الله. متشكره يا فريد، اوعدك اني مش هتوه تاني، مش هتوه تاني ابدا. اصحى نبيل. ايه وصلنا؟ احنا داخلين على الحدود، اديني جواز سفرك. اول ما نوصل مش عايزك تفتح بقك بحرف ولا تنطق بكلمة، مفهوم؟ حاضر حاضر. ولا اقولك اعمل نايم احسن. Okay. Open, please. لازم تفضل بردة على طول، وأي توتر مش لازم يظهر عليك. بس هما كانوا بيدوروا على إيه؟ دوروا على سجاير. سجاير؟ آه سجاير. ما السجاير هي أكتر حاجة بتتهرب هنا في الحدود. يعني كل ده عشان كانوا خايفين نكون بنهرب سجاير؟ وإحنا رايحين على فين؟ أنت مش جعان؟ ميت. يلا بقى ناكل لنا لقمة بالمرة نملى بنزين. لويز وإيزاك لازم يتسحبوا فورا، أنا المسؤول عن العملية وطلباتي لازم تتنفذ. إذا كنت أنت المسؤول عن العملية فأنا المسؤول عنك وعن كل العمليات اللي بتتم في غرب أوروبا. قرار زي اللي أنت بتطلبه مني دون ما نقدرش نبت فيه لا أنا ولا أنت. لازم نرجع للإدارة العليا، في تسلسل قيادي ولازم نحترمه. أنا اللي هنا وأنا اللي شايف وسامع وعارف كل حاجة، أنا اللي بقيم الموقف من أرض الواقع مش من ورا المكاتب. شلومو، خلي بالك أنت كده بتتجاوز حدودك. على فكرة رئيسة الوزراء عرفت باللي انت عملته وغضبت جدا، وهي مستنياك عشان تيجي تقدم لها تقرير بنفسك. عايزني اجي واسيب الدنيا مولعة هنا؟ انت اللي عكتها وانت اللي لازم تتصرف. ليفي شالوم، ما تقفلش يا ليفي، ما تقفلش يا ليفي. ليفي بتبص على ايه؟
يلا اخلص. طيب اجيب حاجه كلها. اركب بسرعه. ابو سليم انا ممكن اسالك سؤال؟ لا. شيل الشنطة دي وحصلها. اوتيل روكسر بريدو. وانا هنبات هنا؟ ريستو بريدو. ابو الخالد، اخبار بيس جولمان ايه؟ زي كل يوم يا فندم، رحت عشت في وسط البلد وبعد كده روحت البيت. وانت روف؟ بالنسبه لفريدريك يا فندم، انا قربت عليه المينا، ملوش اي اثر ومحدش عارف هو راح فين. ونبيل برضه يا فندم لسه مفيش جديد، نبيل لسه مظهرش. والصورة اللي بعتناها الإدارة أخبارها إيه؟ لسه ما وصلش حاجة سيادتك. طيب بكرة الصبح نفس النظام. أبو سليم، أبو سليم، لو سمحت أنا عايز أعرف إحنا راكبين المركب دي ورايحين على فين. أبو سليم أرجوك رد عليا. عايز إيه؟ عايز أعرف إحنا رايحين على فين. صقلية. صقلية؟ ليه؟
هنتويك هناك على ما اروح اشوف صرفه في المصيبه اللي انت وقعتنا فيها. يعني هتوديني صقليه وتسيبني هناك لوحدي؟ خايف يا نبيل؟ خايف مش القصد، بس يعني عارف لو انا ما روحتش هناك هيحصل ايه؟ العمه هتبعت رجالتها ورانا وساعتها، ولا بلاش تعرف احسن. انا هحاول اوصل لاتفاق مقبول مع العمه، والا ربنا يستر علي انا وانت. قلت ايه يا فريدريك يا حبيبي؟ اظن انت سمعت كويس قوي هير ايزاك. انا عايز اقابل ابو سليم. وعايز منه ايه يا فريدريك؟ حق، عايز حق هير ايزاك. والوحيد اللي هيعرف يقدر كل الخدمات اللي انا عملتها عشان خاطركم هو ابو سليم. وبالمناسبه بقى، هو كان موعدني بمكافاه كبيره قوي، وانا جاي دلوقتي عشان اخد المكافأة دي. مكافأة؟ عن ايه يا حبيبي؟ عن كل الخدمات اللي انا قدمتها عشان خاطركم، المصريين اللي انا قلت لكم عليهم، ومساعدتي في هروب نبيل. ده غير انه الاول مرة في حياتي بركب عربية بوليس بسببكم انتم، وجاي دلوقتي تقول لي مكافأة ايه؟ طيب النهاردة مفيش فلوس، عدي علينا وقت تاني. ها، ما انا عارفك كويس قوي، ما بتقدرش وايدك ناشفة، عشان كده انا مصر ان انا اقابل ابو سليم. طب ايه رأيك بقى ان ابو سليم مش موجود؟ بص بقى، انا مش هتحرك من هنا الا لما اخد حقي. طب وإذا ما خدتش حقك هتعمل إيه يا حبيبي؟ هتزعل، والعمة كمان. العمة هتزعل منك قوي. العمة هتزعل؟ ليه؟ لأن المعلومات اللي عندي تساوي كتير قوي، وبالمناسبة بقى في ناس غيركم مستعدين يدفعوا. ناس غيرنا زي مين؟ قدامك 24 ساعة من دلوقتي عشان تكلم ابو سليم يجيب لي فلوسي حبيبي. واظن انت تعرف تجيبني منين في اي وقت. او في درزن. وحشاني. وانت كمان، ايه رحلتك كانت مريحة؟ كانت طويلة. المكان جاهز؟ جاهز. حط الشنط ورا.
ايوه ايوه يا نعوم، انا ازيك يا حبيبي؟ وصلني بليفي لو سمح. ميجور ليفي في اجتماع مستر ايزاك. وصلني بيه يا نعوم، انا عايزه في موضوع خطير يا حبيبي. اوكي ايزاك، اول ما يخلص الاجتماع هبلغه واخليه يكلمك على طول. انزل يا نبيل. بقول لك انزل يا نبيل. انت هتروح الفيلا اللي هناك، هتلاقي حارس على البوابه، اساله عن سينيور جيوفاني. انت مش هتيجي معايا؟ انا هوصل للعمه الاقي حل للمصيبه اللي انت حطيتنا فيها، وانت هتفضل هنا لحد ما ارجع لك، مفهوم؟ ابو سليم انت هتغيب كتير. لا يا رشيد. أبو سليم، approaching Ben Gurion Airport. All passengers are requested to stop smoking and fasten their seatbelts. Thank you. أنا اللي أنت عملته مش شوية يا شلوم. بقول لك ما تقفلش السكة، ما تقفلش السكة يا ليفي، ومع ذلك قفلتها. خلاص يا شلوم، حبيبي ما يبقاش قلبك أسود كده. تعالى معايا. على فين؟ جنرال بن حاس مستنيك. أنا كلامي معاك أنت مش مع الجنرال بن حاس. جنرال بن حاس مستنيك في مكتب رئاسة الوزراء. جولدا هناك. ماما جولدا؟ لما عرفت انك جاي صممت انها تيجي تقابلك بنفسها. ها يا حبيبتي، مبسوطة؟ عاجبك الاوتيل؟ حلو قوي. طب يلا بينا. اقعدي ثواني وجاي. ساميه، ايه يا حبيبي، حجزت الاوضه؟ اه، وخليتهم يطلعوا الشنط على فوق. يلا بينا نتعشى. يلا. ماله ابو سليم؟ ماله؟ يعني ما كنتش متخيله انه هيوافق بالسهوله دي ان احنا ننزل نتعشى من غيره، وكمان ننزل في اوتيل لوحدينا. واضح انه بيحبك قوي وبيعزك عشان كده ردي. قصدك ايه؟ ما قصدش حاجه، واضح يعني انكم اصحاب من زمان، فعشان كده ما بيرفضلكش طلب. صحيح. صحيح. انت بتدوري على حد؟ لا خالص. طيب ايه
كنتي بتقولي له ايه؟ هو مين؟ المتر اللي كنتي بتكلميه؟ لا خالص مفيش حاجة، كنت بقوله حاجة. مفيش ازاي؟ انت قاعدة تتكلمي معاه اكتر من دقيقتين. مفاجأة. ممكن اعرفها؟ لا طبعا تبقى مفاجأة ازاي لو عرفتها. بس انت عارفة كويس ان انا ما بحبش المفاجآت. في ايه يا نبيل؟ مفيش، كل اللي عايز اعرفه كنتي بتتكلمي معاه بتقولي له ايه؟ لا بس هما شوية صداع. مالك يا سامية؟ مفيش حاجة يا نبيل. هو فعلا مفيش حاجة، بدليل انك مش طايقة تبصي في وشي وانت بتكلميني. ايه الكلام الفارغ ده؟ ده انت جوزي. جد يا سامية؟ جد لسه بتحبيني؟ ممكن اسالك سؤال وتجاوبيني عليه بكل صراحه؟ المعلومات اللي انت جبتيها لابو سليم المره دي وقال لي انها مهمه وخطيره، ممكن اعرف انت جبتيها منين؟ انا قلت لابو سليم. بس انا عايز اعرف منك انت، بصي في عينيا وانت بتكلميني، المعلومات دي انت جبتيها منين؟ ما اعتقدش ان من حقك انك تسالني السؤال ده، ولا انا مضطره اجاوبك عليه. بس انت مش عارفه حاجه، انت بتتعاملي مع نوع من البشر ما بيعرفش الرحمه. ده شغل يا نبيل، زي شغلك معاهم وزي اي شغل في الدنيا. بس انت كده بتعرضي نفسك للخطر. وماله، ما كل ما الخطر ما بيزيد كل ما المقابل المادي بيزيد، ولا ايه حبيبتي؟ انا خايف عليكي، افهميني. ما خدش على نفسك ليه؟ انا حاجه وانت حاجه تانية خالص، انت بالذات دونا عن العالم ده كله حاجه تانية خالص. ليه يا سامي؟ فهميني ليه. البركه فيك يا نبيل، مش انت اللي قدمتني اليوم على طبق من ذهب؟ واخيد اخدت المقابل فلوس قد كده، صح؟ صح، بس انت ما تعرفيش الظروف اللي انا مريت بيها السنتين اللي فاتوا واللي وصلوني اللي انا فيه. انا خلاص رجلي جت في الخايه وضعت، انما انت لا. بلاش يا سامية، بلاش. صعب. ليه صعب؟ ليه؟ انت عايز توصل لايه بالظبط؟ عايزك تبعدي من هنا. صعب. انت لسه على البر والوقت لسه ما فاتش. لا طبعا الوقت فات، لاني خلاص بشتغل معاهم وقدرت اكسب ثقتهم. ثقتهم؟ انت فاكره ابو سليم وافق ان احنا نيجي هنا ليه؟ عشان شكك انك بتشتغلي حساب المخابرات المصريه، طلب مني ان اكشف حقيقتك واقررك. فهمتي بقى ليه هو سابنا نبقى لوحدنا؟ وانت شايف ايه؟ عايز الحقيقه. أنا لا يمكن أصدق إنك ممكن تشتغلي لحساب الموساد الإسرائيلي، عشان كده لازم تمشي من هنا وبسرعة. دلوقتي مبقاش ينفع يا نبيل، وبقى أصعب من الأول، لأن مصيري بقى مرتبط بيك أكتر من زمان، لأنك أول اللي في بطني. مبروك يا حبيبي، هتبقى أب. الدكتور في مصر قال لي إني حامل في الثالث. دلوقتي هننام، والصبح بقى نبقى نشوف هنعمل ايه.
تصبح على خير. طيب طيب هاي مي هاي وليف يا حبيبي. يا حبيبي كنت نايم. ما هو مفيش حد بيفضل صحي على طول يا ليفي. خير يا حبيبي؟ بكره اوكي اوكي يا ليف. شالوم يا حبيبي شالوم. سامي بس كده وراها لفين؟ نازلة أفطر. بدري كده؟ معلش أسناني من دول ببقى جعانة شوية. طب استني هنزل أفطر معاكي. لا خليك مرتاح، حصلني براحتك. باي. Good morning, Signorita. Good morning. A coffee, please. With milk? Yes. Yes, sir. أهلا يا شيرلي يا حبيبتي. إزيك يا إيزاك؟
من ناحيتي أنا كويس، الناس هناك أخبارهم إيه؟ بيسلموا عليك. والرحلة بالنسبة لك كانت مريحة؟ طويلة. العموم أنا عامل حسابي، حجزت لك أوضة في أوتيل، حوصلك هناك تريحي النهاردة. مش هينفع، إحنا لازم نطلع على المكتب بتاعك ناخد جهاز كشف الكد ونطلع على شمال إيطاليا دايركت. نطلع؟ مين دول اللي نطلع؟ هو أنا حروح معاك يا شيرلي يا حبيبتي؟ طبعا يا إيزاك. طب والمكتب هنا هنسيبه لمين؟ ميخا موجود يا إيزاك، وبعدين غيابك عن المكتب يومين مش هيخسرنا الحرب مع المصريين. أنا جاية في مهمة مستعجلة وعايزاك معايا، ومش عايزة مناقشة تاني. أوكي؟ أوكي أوكي يا شيرلي يا حبيبتي، أمرك. اطلع يا ميخا يا حبيبي. بص في الصور دي وقولي لي لو تعرفي حد من الناس اللي فيها. ايه الصور دي؟ دي صور اتاخدت في المطعم اللي كنت بتعشي فيه البارح معانا دي. انت كنت هناك؟ بص بس في الصور. ده ابو سليم. مين ابو سليم؟ ده الراجل اللي جابوني هنا علشان اقابله، وشفته قبل كده مع أدريان في مطار روما وانا راجع مصر المرة اللي فاتت. اسمه أبو سليم؟ أدريان عرفني عليه على إن اسمه ميخائيل براشوف، وبعد كده هو قالي إن اسمه أبو سليم، بس أنا ما أعتقدش إن ده اسمه الحقيقي. ده أكيد. عملتي معاه إيه؟ عرض عليا بصراحة إن أشتغل معاه وأنا وافقت. هاي و إيه أخبار الهدية اللي أنا بعتها معاكي؟ أدريان سافر بيها على إسرائيل، وبسليم قال لي جملة غريبة قوي، قال لي لو المعلومات اللي انت جايبها دي صحيحة يبقى فلوس الدنيا مش هتقدر تعوضك. هاي هاي قولي لي بقى عملتي ايه مع نبيل؟ زعل قوي لما عرف اني هشتغل معاه، وكان امبارح عمال يقنعني اني ابعد عنه، خصوصا لما عرف اني حامل. انت قلتي له؟ كان لازم يعرف. ما تتصورش صعب عليا قد ايه لما حكالي على اللي حصل له السنتين اللي فاتوا دول. للحظه حسيت ان هو ندمان بجد، وان نفسه يرجع زي زمان، بس مش عارف وخايف. انت صدقتيه؟ انا ميالا اني اصدقه. تتصورش صعب عليا ازاي؟ كان بيتكلم من قلبه فعلا. لو كان صادق في اللي بيقوله ما بينصلش علينا، ممكن نرميله طوق النجاة. ازاي يعني؟ لو اتعاون معانا بجد متهيألي الإدارة تقدر تعتبره عميل مزدوج. تحب فتحه امتى في الموضوع ده؟ لا مش دلوقتي ومش بسهولة دي، لازم يثبت الأول انه ماشي على الطريق الصحيح. ودي هنعرفها ازاي؟ فوقت فوقت يا سامي. المهم دلوقتي هاني وصلك على اللوكندا عشان ما تأخريش على نبيل. أخرت عليك؟ كنت فين كل ده؟ كنت بتمشى، أنا كل يوم لازم أتمشى نص ساعة على الأقل. فطرتي؟ الحمد لله. ألحق أنا أغير بقى وأخد دش على ما أنت تخلص فطارك. سامية. إيه؟ مفيش حاجة عايزة تقوليها لي؟ آه. إيه؟ بحبك. خد الصورة دي، عايزك تبعتها لأيمن في روما عشان يبعتها مصر في أول حقيبة دبلوماسية، وأنا هبقى قابلك في شقة المربع. صورة مين دي؟ دي صورة راس التعبان اللي بيحرك كل الموساد هنا في إيطاليا، أبو سليم. إيه يا نبيل مالك؟
من ساعة ما خرجنا من الأوتيل ما نطقتش ولا كلمة. بعد الكلام اللي قلته لي امبارح بالليل ما عنديش حاجة أقولها. أنت متضايق إنك هتبقى أب؟ بالعكس. بس أنا مرتبك ومش عارف أعمل إيه. أرجوك يا سامي سيبيني في حالي دلوقتي. اهلا، وحشتيني. معقولة؟ ده انا ما غبتش عنك غير سواد الليل. مع ذلك وحشتيني. فطرتي ولا لسه؟ فطرنا انا ونبيل في الاوتيل. طب ممكن نشرب فنجان قهوة من ايديك الحلوين؟ يا خبر، تحت امرك. ابو سليم، في ايه؟ هو ايه اللي في ايه؟ اوعى تنسى لحظه ان الست اللي انت هتاكلها بعينيك دي تبقى مراتي. انت مش مقدر قيمه مراتك دي. جوهره يا نبيل، حته الماس محتاجه تتحط على حرير احمر. قولي عملت ايه امبارح بالليل؟ وصلت معها لحاجه؟ اتكلمنا مع بعض بس مش كتير. وعرفت ان كانت مزقوقه علينا من المخابرات المصريه ولا لا؟ النهارده الصبح وبالصدفه عرفت كل حاجه. عرفت ايه؟ عرفت ان سامية والمخابرات المصرية مالهمش اي علاقة ببعض. متأكد؟ متأكد يا ابو سليم، متأكد. بطل هز يا ايزاك، وطرتني. أنا برضو اللي وترتك يا شيرلي يا حبيبتي. دلوقتي خلاص الصلاة بقت بتوترك؟ أمال السرعة الجنونية اللي انت سايقة بيها دي ما بتوترناش؟ على مهلك شوية يا شيرلي يا حبيبتي، حرام عليك. أنا كده ما عرفش أسوق غير كده. طب أنا ذنبي إيه؟ أنا عملت إيه في دنيتي يا شيرلي يا حبيبتي؟ إحنا بالطريقة دي مش هنوصل خالص. المهم انت قابلت البنت الصحفية المصرية اللي اسمها سامية فهمي؟ الصراحة لا، بس انا كنت موجود مع شلوم ساعة ما هي كانت موجودة مع ادريان، وسمعنا كل اللي دار بينهم طبعا من غير ما هي تحس بحاجة. ورأيك؟ سامية دي من النوع اللي يعجبني. ازاي؟ واضحة وصريحة وما عندهاش اي اهتمامات في حياتها غير الفلوس وبس. هي صحيح خايفة شوية، بس احنا لو قدرنا ندفع الثمن المناسب هنقدر نعرف منها معلومات كتير. فكرك كده؟ طبعا كده. وبالمناسبة طلع ان هي ونبيل متجوزين، وده طبعا في صالحنا لانها بالطريقة دي مش هتبقى خايفة على نفسها وبس، هتبقى خايفة عليه هو كمان. هيبان، كله هيبان يا إيزاك. بالمناسبة يا شيرلي يا حبيبتي، أنا لي عندك طلب صغير. خير؟ عاوزك تهدي السرعة شوية، يا إما تسيبيني أصلي عشان الرب ينجدني. صلي صلي يا إيزاك. وتفتكري الرب حينجدنا؟ حقيقي المعلومات اللي جابتها البنت المصرية دي طلعت صحيحة 100%، وقدرنا نضرب كل القواعد المصرية، وأصبنا ببعض القواعد دي إصابات مباشرة واتدمرت. والمصريين اعترفوا بالخسائر اللي حصلت لهم نتيجة الغارات الجوية بتاعتنا عليهم. أنا قلت لكم من الأول سامية فهمي دي كنز. أمال أنا مش مطمنة ليه؟ قلقانة من البنت دي قوي كده ليه؟
عليك يا نبيل كده تحكي لي كل حاجه. مش كل حاجه بس عجبتني جدا الحركه اللي عملتيها معاه في اول مره اتقابلت فيها. انهي حركه؟ لما غلس عليك في الرقص فروحت بقى خرمت رجله بكعب جزمتي. احنا ما كناش لابسين جزم ساعتها، كلنا كنا على البلاج وحافين، ولا انت نسيت يا نبيل؟ لا ابدا. قول لي يا ابو سليم، هو انت من فين بالظبط؟ انا عشت فتره طويله في الشام وفي لبنان وفي الاردن، بس اصول العائله بتاعتي من اوزبكستان. اوزبكستان؟ هو شكلك كده اوزبكستان كازاخستان افغانستان اي استان وخلاص. هات الشنط يا جاكوب يا حبيبي. هاي everybody. انت بتعملي ايه هنا يا شيرلي؟ وحشتني، قلت اجي اطمن عليك. نبيل وحشتني موت، بقالي زمان ما شفتكش. هاي سامية، يا ترى فاكراني؟ على فكرة إيزاك قال لي واحنا جايين ان انتوا اتجوزتوا، حطها في عينك يا نبيل وخلي بالك عليها وابقى بطل شقاوة. انت وصلت روما امتى؟ النهاردة الصبح يا بيبي. وانت ما قلتليش ليه يا إيزاك؟ حاولت يا حبيبي حاولت، بس شيرلي حبت تعملها لك مفاجأة. اقعد اقعد يا إيزاك. تصور يا نبيل انا وإيزاك من الصبح ما كناش اي حاجة، عشان كده خلاص هنموت من الجوع. سامية ممكن تناوليني الملح اللي قدامك؟ لويس جولدمان جت امتى؟ من نص ساعة تقريبا، بس كان معاه واحد معرفوش وأول مرة أشوفه. لويس جولدمان جاية تعمل ايه دي؟ مش يلا بينا احنا يا نبيل؟ يلا حبيبي. ايه ده على فين؟ سامية ونبيل قاعدين في اوتيل جنبنا، بيرجعوا لنا الصبح. طبعا عرسان جداد بقى. عن اذنك يا ابو سليم. يلا يا حبيبي ما تتاخروش علينا، هنستناكوا بكره الصبح. تصبحوا على خير يا اولاد. ايه اللي انت عملتيه ده يا شيرلي؟ ايه اللي انا عملته ولا ايه اللي انت عملته؟ ازاي تسمح لهم يبعدوا عن عينينا؟ الكلام ده لازم يتلغي من بكره الصبح. انا عايزه ساميه قدامي 24/7، ويا ريت نبيل يبعد شويه، عايزه استفرد بيها. لويز اوعي تنسي نفسك، ساميه دي بتاعتي انا، والعمليه دي بتاعتي انا المسؤول عنها، وانا هتصرف بالطريقه اللي انا شايفها صح. فهماني؟ طبعا فهمك يا شلوم، فهمك جدا، بس انا مش جايه هنا بمزاجي، انا جايه انفذ مهمه محدده ومستعجله. انت ما قلتلوش ولا ايه يا ايزاك؟ بالحق يا شلوم يا حبيبي، ليفي كان كلمني امبارح بالليل وقال لي ان لويس هتيجي عشان تستجوب سامي. تستجوبها؟ تستجوبها ليه؟ عايز اعرف المعلومات اللي جابتها دي جابتها منين وازاي. انا بنفسي كلمتها وعرفت منها كل المعلومات واتاكدت انها نظيفه، بس هما في اسرائيل عايزين يتاكدوا عشان كده بعتوني. مين اللي بعتوكي؟ الجنرال بنحاس، وده أمر مباشر من رئاسة الوزراء. على فكرة ماما جولدة بتسلم عليك. شلومو كوهين ضابط قديم في سلاح المظلات الإسرائيلي، حارب في 56 في سينا، بعد كده انضم للموساد، معروف في روما باسم أبو سليم، وهو الكيس أوفيسر اللي ماسك قضية سامية فهمي ونبيل سالم. والمعلومات دي كلها عرفتوها من فين يا فهمي؟ من الصور اللي بعتها عادل مكي من ايطاليا، قارناها بالسجلات اللي عندنا وعرفنا منها كل حاجه. عادل شاكك ان ابو سليم ده ورا تاسيس الشبكه في اوروبا. عارف يا فهمي، احنا لو قدرنا نوقع الشبكه دي ونكشف كل افرادها اللي شغالين في مصر هيبقى انجاز كبير قوي. سمعت الاخبار النهارده؟ ايوه يا فندم، بلعوا الطعم
وضربوا 3 قواعد صواريخ هيكليه من اللي بعتنا مواقعها مع سامية فهمي. وهي القواعد الحقيقيه اهي بتتبني بعيد عن غارات الطيران الاسرائيلي، عقبال ما ربنا يسهل بقى ونكمل حائط الصواريخ كله ان شاء الله عن قريب يا فندم. كله باذن الله. شوف يا فهمي، انا عايز اول ما تحصلوا على كل المعلومات اللي احنا عاوزينها تسحب سامية فهمي من هناك فورا وبمنتهى السرعه. تمام يا فندم. نبيل. ايوه يا سامي. هي الست اللي اسمها شيرلي هيمن دي كانت تقصد ايه لما قالت لك بطل شقاوة؟ تقيلة عليا. مش جوزي وابو ابني؟ حقيقي انت حامل؟ ايوه في بطنك ابني. حاولت انزله وعملت المستحيل بس هو مش راضي ينزل، مكلبش فيا ومش عايز يسيبني. سامية، انا عارف انك بتشتغلي لحساب المخابرات المصريه، شفتهم النهاردة الصبح وهم بياخدوكي من قدام الأوتيل، بس معرفتش انتي قابلتي مين، بس أنا متأكد إنها المخابرات. ومقلتش الكلام ده لأبو سليم ليه؟ خفت عليك. خفت عليا؟ صعب إنك تصدقيني عشان أنا اتوسخت، أنا عارف، بس أنا نفسي أرجع زي زمان، نفسي أنضف. فكرك ممكن؟ ربنا سبحانه وتعالى بيغفر كل حاجة إلا إنك تشرك بيه. كل حاجة، بس لو البني آدم عايز يتوب بجد. مش عارف ازاي، ممكن تساعديني؟ ميرسي قوي يا شيرلي. هتعملي ايه بعد ما تخلصي شعرك؟ هلفلف شويه في وسط البلد وبعدين ارجع على الفيلا. تحب استناكي؟ لا ما تتعبيش نفسك، انا هبقى ارجع بتاكسي. انتي معاكي العنوان؟ طبعا. باي باي.
طب حولها لي على خط 3. لويز ازيك عامله ايه؟ تمام. على فكره انا جبت لك معايا هديه حلوه قوي. حبيبتي مين؟ ميرسي. ها اخبار البنت ايه؟ استخدمت معاها جهاز كشف الكذب وعدت منه. ساميه ملهاش اي علاقه بالمخابرات المصريه. هايل هايل يا لويز. انت راجعه امتى؟ هقعد يوم او يومين في روما وبعد كده هرجع على اسرائيل. ليفي هكلمك تاني. شيرلي شيرلي نعوم الخط اتقطع ليه؟ الخط ما اتقطعش. لويز هي اللي قفلت السكه يا ميجور. طب اطلب لي شلومه بسرعه. امال فين سامي يا ابو سليم؟ سامية نزلت وسط البلد مع شيرلي تشتري شوية حاجات. مع شيرلي؟ ابو سليم تليفون علشانك يا حبيبي. مين؟ ليفي بيتكلم من عند العمة. ايوه يا ليفي. اديني لويز اكلمها. لويز مش موجوده، في حاجه؟ معرفش، هي كانت بتكلمني من شويه وبعدين فجاه قفلت السكه في وشي مره واحده. انتوا في حاجه حصلت عندكم؟ لا مفيش حاجه خالص. امال هي كانت بتكلمني ليه؟ جايز عايزه تقول لك ان ساميه نجحت في اختبار كشف الكذب. هي قالت لي ده. يبقى عايزه تحكي لك عن الحاجات اللي اشتريتها. ما انت عارفها كويس بمليون راي. اوكي اوكي يا شلومو، خلاص شلوم. الجمال ده كله كان عندك حق تصممي تروحي عند الكوافير. وبعدين معاك يا ابو سليم. ايه مالك يا نبيل؟ بعبر عن اعجابي بمراتك، ده برضو عندكم ممنوع؟ لا مش ممنوع ولا حاجه. ميرسي على المجامله اللطيفه دي يا ابو سليم. كلامي مش مجامله، دي الحقيقه. طيب انا اظن انا كده خلصت شغلي. اه وبنجاح منقطع النظير. طب امتى هرجع مصر؟ انا كنت هكلم ايزاك عشان ننزل كلنا روما بعد الظهر،
ومن هناك ممكن تسافري بكره او بعد بكره لو حبيتي. يا ريت بكره. للدرجه دي زهقتي مننا؟ لا ابدا، بس انا امي وحشتني قوي. بس اعملي حسابك ما تتاخريش علينا وتجيبي معاكي اخبار حلوه زي المره اللي فاتت. وفلوسي؟ ازيك هجهز لك فلوسك اول ما ننزل روما. طيب انا استاذنكم بقى على ما احضر شنطتي فوق. انا اسمي ايه؟ انت نسيتني ولا ايه؟ وانا؟ انت ايه يا نبيل؟ انا قايل لك يا ابو سليم، انا كمان محتاج اجازه عشان اروح اوضب اموري مع والدتي ساميه وساميه، وانت عارف بقى الحاجات دي. طيب هنشوف. ازيك؟ خلي جاكوب يجهز عشان ننزل روما. الفيلم ده تاخده وتركب اول طياره على مصر. لازم يكون في الاداره الليله. طب وحضرتك يا فندم مش هتنزل مصر ولا ايه؟ أول ما اطمن على سامية. سيد عادل، لويس جولدمان وصلت يا فندم. ايه يا شيرلي يا حبيبتي؟ ده ليفي كان لسه بيسال عليك. ساميه فين؟ في اوضتها بتجهز نفسها للسفر. ابو سليم احنا لازم نتكلم. في ايه؟ مش هينفع هنا. تعال. هو في ايه يا نبي؟ شيرلي مال؟ مش عارف. بقول لك ايه، انا جعان، هقوم ادهبس على حاجه في المطبخ علشان اكلها، تيجي معايا يا حبيبي؟ انا هفضل قاعد هنا. اوكي براحتك. قولي ايه؟ المخابرات المصرية؟ سامية سامية سامية، مصيبة سامية مصيبة. انت متأكدة من الكلام ده؟ هو بعينه اللي كان بيحاول يشتري فريدريك في هامبورغ، وهو برضو اللي كان بيحاول يتفاوض معاه. شفته بعيني النهاردة مع سامية. طب والمعلومات اللي جابتها وكانت صحيحة؟ كانت طعم، بعتتها لنا المخابرات المصرية عشان نثق فيها ونأمن لها وندخلها في وسطينا، وانت زي الغبي بلعت الطعم ده. البت دي خاينة، وانت عارف كويس قوي الخاين في عرفنا نهايته بتبقى ازاي. إيزاك! إيزاك! ايه يا شلومو يا حبيبي؟ في ايه؟ سامية فين؟ في اوضتها فوق. ونبيل؟ نبيل تقريبا طلع لها. اطلع هاتهم من فوق حالا. فين سامية ونبيل؟ مش في الاوضة. يعني ايه مش في الاوضة؟ هيكونوا راحوا فين؟ معرفش. Go!
اعتبرتك زي ابني. انت عمرك ما كنت ابويا. ليش لمني اني كنت خايف؟ لازم تموت يا شيرلي، لازم تموت. حتموت بس مش قبل ما نقررها ونعرف علاقتها بالمخابرات المصرية وصلت لغاية فين. هات المسدس، هات المسدس. إزاك دخلها لجوه، وانت اركب معايا. سيد عادل. ايوه هاني. سيد عادل في حاجه خطيره جدا حصلت، لازم تيجي فورا. حاولوا يهربوا. يهربوا؟ ايوه، بس للاسف نبيل اتقتل وسامي اتقبض عليها. اتقبض عليها؟ كويس. دول رجعوا من غير نبيل. اكيد تابوه في اي حته. طب والعمل يا فندم؟ لازم ننقذ سامي. انطعي انطعي، كان بيقول لك ايه؟ انطعي، تعالي. كان بيقول لك ايه قبل ما يموت؟ كان بيترجاني ما اقولش لابنه انه جاسوس. امال هتقولي له ايه؟ بابا كان بطل؟ الرصاصة اللي انت قتلته بيها طهرته وعملت منه فعلا بطل. ده كان خاين مرتين، مرة عشان خان بلده، ومرة عشان خان الناس اللي اشتغل معاهم. عشان خاني انا، وانت زيه بالظبط. خاينة خاينة. خيانة العدو مش خيانة يا شلوم. وانا بقى العدو؟ انت وبلدك والعصابات بتاعتكو اخترتوا لنفسكو الاسم ده من زمان ومصممين عليه، من ايام كفر قاسم ودير ياسين لحد ابو زعبل والاطفال الغلابه بتوع بحر البقر اللي مالهمش دعوه بحاجه. انتوا العدو وهتفضلوا طول عمركم العدو. احنا العدو عشان انتوا عملتوا مننا اعداء. انتوا اللي خليتونا اعداء، والعدو يستاهل يموت. فيبقى انت تستاهلي تموتي، انت واهل بلدك والعرب كلهم يستاهلوا يموتوا. وانا هقتلك هقتلك. كفايه كفايه يا شلومو، البنت هتموت في ايدك. لازم تموت يا إيزاك. لا يا شلوم، لا يا حبيبي. شلومو، إيزاك بيتكلم صح. أنا لسه متصلة بالجنرال بنحاز دلوقتي، والأوامر إنها لازم تسافر إسرائيل وفورا. إسرائيل؟ دي أوامر عالية يا شلوم. ودي هنخرجها من البلد إزاي يا حبيبتي؟ هتخرج يا إيزاك، هتخرج. وبعدين يا سيد عادل هنتصرف إزاي دلوقتي؟ خلي العربية معاك وراقب تحركاتهم اول باول. طب حضرتك رايح على فين؟ برونتو. ايوه سيد عادل. ابعت لي جميع العناصر اللي عندك في روما فورا. Thank you.
لسه مش عارفين يا فندم. طبعا يا فندم طبعا، احنا هنعمل المستحيل وربنا يوفق. مع السلامة. ايه يا هاني، ايه الاخبار؟ ازيك وشاكوك؟ خرجوا من شوية، روح على ورشة نجارة. عرفتش عاوزين ايه؟ عاوزين يعملوا صندوق. اوكي يا ليفي، والبيرة دي. الصندوق هيبقى جاهز امتى يا ايزاك؟ بعد ساعتين هبعت جاكوب يجيب. جود. ليفي بلغني ان الطياره هتوصل الساعه 11 بالليل، لازم تبقوا جاهزين وفي المطار قبلها بساعه. نبقى ليه وانتي مش مسافره معانا يا حبيبتي؟ سوري يا ايزاك، انا هطلع اوضب شنطتي واطلع على روما، اريح لي يومين وبعد كده حصلكوا على اسرائيل. شلومو، مهم جدا ان انت وايزاك تبقوا في الطياره مع الصندوق طول الوقت. ساميه مش لازم تغيب عن عينيك ولا ثانيه واحده، مفهوم يا شلومو؟ انا عارف شغلي كويس يا لويز. طبعا، ما انت شلومو كوهين اللي ما بيغلطش ابدا. عن اذنكم هطلع اودب شنطتي. عارفين هتعملوا ايه؟ تمام يا فندم. وانت هاني جاهز؟ جاهز يا فندم. يبقى اتكلوا على الله وخليكوا على اتصال بيا على طول. ايزاك، الصندوق. اطمني يا شيرلي يا حبيبتي، اول ما جاكوب يحط شنطتك في العربيه هبعته يجيبه. المهم ما تتاخروش عن الطياره. اطمني يا شيرلي. شلومو، مش عايز حاجة جيبها لك معايا من روما؟ لا. شلومو، سيد عادل، شلة اتحركت من قدام الفيلا يا فندم. تمام يا هاني، مجموعة واحد واثنين اجهزوا. ايوه هاني، المرحله الاولى تمت بنجاح يا فندم. نفذ المرحله الثانيه وخليك عندك وبلغني اول باول باللي بيحصل. تمام يا فندم. الصندوق وصل مستر ايزاك. اوكي يا جاكوب، خلي الرجاله ينزلوه يا حبيبي. شلوم، الصندوق وصل يا حبيبي. أكتر حاجة بكرهها في حياتي الفشل.
كل العمليات اللي عملتها في حياتي كانت ناجحة 100%، وعمري ما حد خذلني إلا أنتي. كان ممكن تبقي مليونيرة ملكة، وكان ممكن كلنا نبقى حواليكي وننفذ لك كل طلباتك. أنا بالذات كان ممكن أحقق لك كل أحلامك، لكن أنت واحدة غبية، غبية اختارت إنها تحاول تنقذ حياة حد تافه ما يستاهلش حتى تمن الرصاصة اللي اتقتل بيها. مش هقول لك عملت كده ليه، واضح إن ده قرارك واختيارك. شلوم، احنا جاهزين تحت يا حبيبي. سوري يا سامي يا حبيبي، أنا مضطر أشممك شم. سيد عادل. ايوه يا هاني. الجماعه اتحركوا يا فندم. اطلع ورا هعصلك في المطار. ازيك؟ متاكد من شحن الصندوق حصله؟ اوكي يا شلوم. خدوا بالكم وانتوا بتنزلوا الصندوق، في حاجات تتكسر. وانت خد العربية وسبقنا على روما. شالوم. كله تمام يا إزاك؟ تمام يا حبيبي، اطمن. الصندوق خلاص دخل المنطقة الجمركية. طيب خليهم يشحنوا الصندوق ويلا بينا. يلا. أنا صندوق رايح إسرائيل، هو ده.
يا بنحس؟ عملت لاندنج بقى لها 10 دقايق. شلومو كوهين مستني سيادتك جوه. يلا بينا. جبتها يا شلومو؟ هي فين؟ إذا جايبها وجاي. إيه ده؟ على مهلك أنت وهو. إيه؟ خايف عليها قوي كده يا شلومو؟ اتفضي. الزهر البنت مفعوله انت؟ افتحوا الصندوق، افتحوا الصندوق، افتحوا. لويس، ايه اللي جابك هنا يا حبيبي؟ فكني اهو. ايه اللي عملته ده يا اخبيه؟ هتفضل تتفرج عليا؟ فكني بقولك.